كما شدد الرئيس السيسي على بذل الحكومة أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى تأجيل برنامج تسعير الكهرباء للمرة الثالثة نظرا للظروف الراهنة. احنا حريصين على ان احنا نخلي أسعار الوقود وأسعار الطاقة. انا هقول لكم على حاجة، يعني الكهرباء انتوا مش خدتوا قرار بان انتوا ما تزودوهاش، مش كده؟ يعني الدكتور مصطفى كنا بنتكلم في موضوع تسعير الكهرباء وقلنا ايه، تبقى دي ثالث مرة، مش كده؟ ثالث مرة نأجل البرنامج لظروف عشان ما يبقاش حمل على الناس. مع الوضع في الاعتبار انا بتكلم على 17 مليون مشترك، مش كده ولا 17 مليون مشترك، يعني 17 مليون شقة بتدفع اقل من 50% من ثمن الطاقة. انا مش بقول كده ان الدولة يعني بتمن على شعبها، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا نخلي فاتوره الاعباء على الناس ما امكن مناسبه. بقول تاني، لما كنا البرنامج بتاع الكهرباء لتالت مره ناجله، المره دي نتيجه الظروف اللي موجوده فيها دي، مع الوضع في الاعتبار ان تكلفه انتاج الطاقه بتاعه الكهرباء زادت نتيجه برضو ايه، ما هو النهارده الغاز اللي كان بيستخدم في الـ في الـ في انتاج الكهرباء ثمنه اربع مرات، اكتر اربع مرات